وصلت إلى أعلى قمة في إحدى الجزر في وسط البحر الأبيض المتوسط، كما تشاهدون المنظر، المياه الفيروزية الزرقاء. هنا يوجد مجموعة من المعالم وأيضا مناطق حلوة جدا، كما تشاهدون يوجد مجموعة من الجزر. هنا أيضا يوجد جزر صغيرة وكبيرة، وأيضا هنا يوجد مواقع يصطفون بها السفن الذين يجلبون السياح لكي يشاهدوا الجزر. كما تشاهدون جمال رائع جدا جدا. نحن الآن في وسط الجزيرة وفي أعلى قمة، انظروا إليها، حتى المزروعات التي على الجزيرة. نحن نستكشف الجزر من جميع في جميع أنحاء العالم، زرنا دول كثيرة. سنطلعكم أولا بأول على ماذا يجري في هذه الأمكنة، وماذا يوجد ممكن حيوانات داخل هذه الجزيرة وزواحف خطيرة. مع تحيات عماد بصقر، دمتم في رعاية الله. انظروا قص صخري رهيب.